الطريقة الثالثة من طرق الـ Polynomial Interpolation طريقة Indeterminate Coefficient Method. هذه الطريقة تتلخص بفرض دالة متعددة الحدود Polynomial Function. هذه تمثل دالة متعددة الحدود هذا الحد الأول، وهذا أي نوت يمثل معامل الحد الأول، هذا يمثل الحد الثاني أي 1 معامل الحد الثاني في المتغير x to the power 1. الحد الثالث هذا يمثل أي 2 معامل الحد الثالث في المتغير x to the power 2، وممكن نستمر بعدد من الحدود. مثال حتى يتم إيجاد البولينوميال بأقل درجة، وهذه تمثل قيمة درجة البولينوميال. إذن هذه البولينوميال هي دالة متعددة الحدود من الدرجة الثانية. إذا كان عندي عدد من المتغيرات، المتغير الأول x يساوي صفر ومعطى إلى قيمة الدالة عند الـ x تساوي صفر، وقيمة مشتقة الدالة عند الـ x تساوي صفر. إذن متوفر عدد من المعطيات. هذه المعطيات أولا عند الـ x تساوي صفر قيمة الدالة f of x تساوي 1، وعند قيمة المتغير x تساوي 0 قيمة مشتقة الدالة تساوي 2. عند الـ x تساوي 3 قيمة الدالة f of x تساوي 4. إذن نحصل على 3 معطيات، والثالث حتكون قيمته عند الـ x تساوي 3 قيمة الدالة f of x تساوي 4. نحدد عدد المعطيات. عدد المعطيات 3. إذن هنفرض دالة متعددة الحدود تتكون من 3 حدود. هذه عدد الحدود يمثل عدد المعطيات بالمسألة. إذا لاحظ أنه الحد الأول أي نوت زائدا الحد الثاني أي 1 في x زائدا الحد الثالث أي 2 في x to the power 2. هذه الدالة هي من الدرجة الثانية، تعتمد على قيمة أعلى أس للمتغير ضمن هذه الدالة، بمعنى أنه درجة المعادلة تساوي عدد المعطيات ماينس 1. فإذا كان عندي عدد المعطيات 3 ناقص 1 يساوي 2. إذا هذه المعادلة من الدرجة الثانية تتكون من 3 حدود، ودرجة المعادلة هي من الدرجة الثانية. هذه المعادلة بما أنه أحد هذه المعطيات هو مشتقة الدالة، إذا نشتق الدالة. هذه تمثل مشتقة الدالة f of x. المطلوب حتى نقدر نحدد قيم هذه المعادلة، المفروض نحدد قيم المعاملات، بمعنى نوجد قيمة a0 و a1 و A2. حتى نوجد هذه القيم حنفرض هذه المعطيات تمثل شروط الحدود بالمسألة، بمعنى كل حد من هذه الحدود نطبقه بالمعادلة أو المشتقة حتى نقدر
نحصل على قيم المعاملات اللي هي A0, A1, A2. الحد شرط الحد الأول سميه بال boundary condition 1. من كان قيمة x تساوي 0 قيمة الدالة f of x تساوي 1. إذن هذا هو شرط الحد الأول boundary condition 1. at x تساوي 0 قيمة الدالة لكل قيمة من قيم x، هنا قيمة x 0 تساوي 1. نأول هذه الحدود في معادلة الدالة المفروضة، نعوض عن كل قيمة x ل x تساوي 0 وقيمة الدالة تساوي 1. إذن f of x قيمة الدالة تساوي 1 وتساوي a0 plus a1 في x x تساوي 0 plus a2 في x to the power 2 وقيمة x 0 to the power 2. هنحصل على قيمة a0 تساوي 1. نعوض شرط الحد الثاني boundary condition 2. و boundary condition 2 بمعنى إذا كانت قيمة المتغير x 0 قيمة مشتقة الدالة تساوي 2. هذه تمثل قيمة مشتقة الدالة. إذن عند ال x تساوي 0 قيمة مشتقة الدالة تساوي 2. إذن هنأول هذا الشرط في مشتقة الدالة، فمشتقة الدالة تساوي 2 وتساوي a1 plus 2 في a2x وقيمة الx تساوي 0. من هذه المعادلة هنحصل على قيمة المعامل a1 تساوي 2. طبق شرط الحد الثالث boundary condition 3، والشرط الحد الثالث يمثل عند ال x تساوي 3 قيمة الدالة تساوي 4. نعوض هذا الشرط بمعادلة الدالة، نعوض عن كل قيمة x ب x تساوي 3 وقيمة الدالة 4. إذن f of x قيمتها 4 تساوي a0، و a0 حصلنا على قيمتها 1 زائدا وقيمة a1 تساوي 2 في x وقيمة x 3 plus a2 في x وقيمة x تساوي 3 to the power 2. هذا يؤدي إلى أن قيمة a2 تساوي minus 1 over 3. إذن الدالة متعددة الحدود f of x تساوي a0 قيمتها 1 plus a1 قيمتها 2 في x plus a2 minus 1 over 3، فيصبح المقدار minus 1 over 3 في x to the power 2. مثال تطبيق على طريقة الـ indeterminate coefficient method. عندي عدد من القيم الـ velocity السرعة والـ acceleration التعجيل. معطى في هذه المسألة قيمة الـ initial velocity السرعة الابتدائية والانيشال اكسلريشن التعجيل الابتدائي. قيمة بمعنى الانيشال انه قيمة السرعة والتعجيل عند الزمن يساوي صفر. ومعطى
المسافة distance after 10 seconds بعد 10 ثواني قيمتها 40 متر. المطلوب السرعة عند الزمن يساوي 5 ثانية. إذا لاحظ بالمسألة عدد المعطيات 3 معطيات. حتى نكون الدالة من نوع polynomial function حنفرض الدالة في 3 حدود، الحد الأول A0 زائدا الحد الثاني A1 في المتغير T وهنا T يمثل الزمن، زائدا الحد الثالث A2 في المتغير T to the power 2. إذا لاحظ هذه الدالة عدد حدودها 3 حدود يمثل عدد المعطيات بالمسألة، ودرجة هذه الدالة البولينوميال فانكشن هي من الدرجة الثانية، بمعنى درجة الدالة تساوي عدد المعطيات ماينس 1. حنطبق شروط الحدود الباوندري كونديشن الأول من قيمة السرعة تساوي 3 عند الزمن 0. تنطبق هذا الحد في معادلة الدالة المفروضة. نعوض عن كل قيمة t ب t تساوي 0 وقيمة الـ velocity السرعة تساوي 3. هنحصل على قيمة المعامل a نوت تساوي 3. شرط الحد الثاني يمثل الاكسلريشن التعجيل، وقيمة التعجيل عند الزمن يساوي 0 t تساوي 0 قيمته 1. حتى نحصل على دالة التعجيل دالة السرعة نشتقها with respect to time، حنحصل على دالة التعجيل ونعوض هذه الدالة أو هذه المشتقة، هذه تمثل مشتقة السرعة وبنفس الوقت تمثل دالة التعجيل، نعوض بها الشرط الحد، نعوض عن كل قيمة t الزمن يساوي 0 وقيمة المشتقة قيمتها 1، ونحصل على قيمة المعامل a1 تساوي 1. عند هذه المرحلة هذه الدالة أصبحت قيمتها A0 تساوي 3 plus A1 قيمتها 1 في الزمن T زائدا A2 في T to the power 2. حتى نقدر نحصل على قيمة المعامل A2 هنستخدم شرط الحد الثالث المعطى بالمسألة. هذا الشرط يمثل المسافة قيمتها 40 متر خلال زمن مقداره 10 ثواني. هذه تمثل دالة السرعة. إذا كملنا دالة السرعة هنحصل على الـ distance، بمعنى مشتقة الدستنس هي الـ velocity، مشتقة الدستنس with respect to time هي الـ velocity، بمعنى إذا نكمل دالة السرعة الـ velocity حنحصل على الـ distance والدستنس قيمتها 40، والتكامل حدود التكامل حيكون للـ distance من صفر عند الزمن من t equal to 0 إلى t equal to 10. إذا نحل هذا التكامل هنحصل على قيمة a2 تساوي minus 0.12. إذن نعوض هذه الدالة عن قيمة a2 ب minus 0.12، هنحصل على الدالة النهائية. حتى نقدر نحسب قيمة
الـ velocity أو السرعة عند الزمن t يساوي 5 second. هنعوض هذه المعادلة عن قيمة t ب 5 second، وبالتالي نحصل على قيمة الـ velocity عند الزمن يساوي 5 ثانية وقيمتها 5 متر per second.